السلام عليكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج نسولو الناس. كل واحد فينا وفاش كيضيع فلوسه بزاف، سواء في اللبس، الماكله، في الزنقه، في التليفون وغيرها. وهذا هو السؤال اللي غنطرحه على الناس اليوم، فاش كتضيع فلوسك بزاف؟ بقاو معنا. الكارو فلوس الاولاد هذه كاينه. الكارو اللباس، الغوشارج، تمشي ريحه الكريح في كافي، يجيك الجوع، الوقت ما خصكش الدار، خصك تاكل شويه شي بلاصه هنايا. دونك كاينين المشاكل حتى في التليفون، حتى هو خصك تشارجي، ما عندناش كونسوماسيون غاليه بزاف، كل ما خصك تشارجي 50 درهم بزاف. انا الروشارج، الروشارج بزاف، والماكله في الزنقه، الماكله هي اللي كدينا فلوس بزاف. الماكله كونيكسيون كتبغي تليها شويه حيت ما كاين ما يدار. واش غنقول لك، صافي هادشي اللي كاين. حاجه اخرى البليه وداكشي ما كترجعك عاوتاني شي طريق خايبه. الدخان فوالا، الانسان كيكمي الدخان بزاف. ملي كان عندي يكون عندي الفلوس كنخسرهم في هادشي ديال المكياج وداكشي، كان ضروري عندي هوس ديال المكياج. هي البنت كتكون عندها شحال من حاجه كتكون عندها مدمنه عليها، ماشي غير الغوشارج، مي شحال من حاجه تقدر تكون، حوايج تقدر يكونوا تليفونات، شحال من حاجه. هكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا اليوم من سولو الناس. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه وسؤال جديد. السلام عليكم.